أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان، رحب بكم في يوم جديد. وفي هذا اليوم الجديد نسأل الله العلي القدير أن يرفع المحنة على وطننا وأن يعم السلام ربوع بلادنا. حلقة جديدة من برنامج حياتنا هنكون فيها أنا معكم وزميلي مراد. مرحبتين مراد. مرحبتين فرح، مرحبتين بكل مشاهدينا الكرام في حلقة بداية الأسبوع من برنامج حياتنا. ولأن البدايات دائما جميلة فأكيد مش فيش أحلى من نبدو من الشيف محمد. حبيبي يا مراد، أخبارك كثير؟ الحمد لله. أحلى بداية لأحلى برنامج. حبيبي يا مراد، ربنا يعزك. ازيك يا فرح؟ الحمد لله كله تمام. طالما شفت الأكل أنا ما أعرف إن أنا تمام. لا الحمد لله. لا الأكل اليوم قوي جدا. النهاردة عاملين طاجن بالموز نقدر نعمله في البيت. عارفه من تي حوار اللحمه اللي بيطلع كده من العظم، يعني تمسك العظم كده تلاقي اللحمه بتنزل. حاجات اللي نشوفه فيها على الفيسبوك بس. يعني عملناها قبل كده، بس عملناها بلحم تاني، لكن النهارده هنعملها بالموز. هنعملها بطريقه مختلفه شويه، هنحط فيها خضار. يعني اللحمه نفسها مش هتاكل بروحها، لا تحط معاها خضار، بصل، فلفل. هتعمل العجينه لها عجينه معينه تبقى خاصه بيها، اسمها عجينه الملح، دي بتسوي الحاجه اكتر. وبعد كده هنعمل معاها حاجه اسمها تقدم مع البطاطس، نوع من انواع البطاطا هناك في فرنسا بيقدموها اسمها الاليجوت. الاليجوت دي نوع من انواع البطاطا اللي هي بتبقى تحس ان هي عامله زي الجبنه الموتزاريلا. لها شفت العصيده؟ نفس الحوار، العصيده كده بنقعد نضرب فيها كتير قوي عشان تطلع لي في الاخر مطه كده حلوه. دي هنشوفها، لان هي ساعات ممكن تشتغل بالجبنه الجرير او ممكن تشتغل بالجبنه، هنشتغلها بالجبنه الشيدر. خلينا نعمل الحاجه برده ايه المتعارف عليها هنا، فما تبقاش الموضوع مأفور مننا، ونعمل الحاجات اللي من بره. ده اللي بنقدر ان احنا نقدمها في البرنامج، بنجيب الحاجات اللي بره اللي انتم بتشوفوها ونقدر احنا نبسطها لكم هنا في البرنامج. فان شاء الله تستمتعوا بها جدا. البطاطا الاليجوت ان شاء الله هنشوفوها النهارده مع الموز، هنقدم عليها الموز بتاعتنا او نحط الموزه مثلا كده اللحم بتاعها ونحط عليها البطاطا المطاطيه دي، ان شاء الله تعجبكم. خلاص احنا متحمسين جدا ان شاء الله. حبيبي يا مراد، توا بعد ما عرفنا الاكل اللي هيقدمها لنا اليوم شيف محمد، خلونا نتعرفوا عليه فقرات حلقتنا واللي هنبدوها اكيد بجوله سريعه مع ابرز عناوين الاخبار. ايضا في فقره ضيف حلقتنا لهذا اليوم حيكون ضيفنا المحاضر في التنميه البشريه احمد الفاتح، وحنتعرفوا معاه عن كيف تكون شخص ايجابي واكيد كيف شن هي الايجابيه. ايضا هتكون لنا جوله سريعه مع بعض الاخبار الطريفه، وفي فقره بلادنا هنزور مكان جديد من اراضي ليبيا ونتعرف عليه معالمه، واليوم هنزور سوسه. بالاضافه لفقره ليبيا الخير اللي نعرض فيها في كل يوم احد ونغطي من خلالها ابرز الانشطه الخيريه والتطوعيه في مختلف انحاء البلاد. خلونا توا نبدو معكم فقرة الأخبار، وأول أخبارنا بعنوان ليون تتلألأ بأضوائها، حيث تتزين مدينة ليون الفرنسية في 9 ديسمبر بزينة خاصة تتمثل في أنواع مختلفة من الأضواء المبهرة ابتهاجا بالعيد السنوي للأضواء، حيث تتلألأ أنوارها بين المدن الفرنسية لتشاع بهجة لمدة 4 أيام. فعيد الأضواء أو بالفرنسية ديس لوميرس بدأ الاحتفال به من منتصف القرن 19 لنجاة المدينة من مرض الطاعون، واعتقاد سكانها أن السيدة مريم العذراء هي التي أنقذتهم. ومع ثمانينات القرن الماضي اتخذ العيد شكلاً آخر، فقد تحول من طقس ديني إلى مهرجان يضيء المدينة بأكملها، وأصبح القائمون على المهرجان يدعون الفنانين إلى إظهار مهاراتهم برسومات وأبداعاتهم أو إبداعات ضوئية. ومن فرنسا إلى العراق وتحديداً إلى جدار الأمنيات، فبعض المحتجين في العراق يحاولون تدوين أحلامهم للعام القادم 2020 في بطاقات يلصقونها على ما سموه جدار الأمنيات في بغداد، والذي كان مرحاضاً عاماً مهجوراً حوله بعض المتطوعين لموقع يعبر فيه المتظاهرون عن عراق المستقبل الذي يحلمون به. ويحول بعض المحتجين هذه الأحلام والتطلعات إلى سطور يكتبونها على بطاقات يلصقونها على جدار الأمنيات الواقع بأحد مواقع الاحتجاج. نغادر العراق مراد ونتجه لروسيا، حيث أتاح معرض روسي الفرصة لزواره للجلوس على عرش مصمم من النقود، والذي كان نتيجة تعاون بين الفنان الروسي أليكسي سيرجينكو ورجل الأعمال الروسي إيجور ريباكوف. العرش أو الكرسي عبارة عن رزم تبلغ $1,000,000 مغلقة بطبقة من الزجاج المضاد للرصاص، وصممت على شكل عرش. ويرى القائمون على هذا العمل بأن الهدف منه منح الفرصة للآخرين بالشعور بطاقة المال وتشجيعهم على كسبه، وسيعرض عرش المال للعامة في متحف المشاعر بالعاصمة الروسية وسط حراسة أمنية مشددة. أما آخر أخبارنا لحلقة اليوم فهو عن لوحة الخبز المحمص. يقول الخبر أن فنان روسي مغمور
قد كشف عن لوحة كبيرة صممها بالكامل من 40,000 من مكعبات الخبز المحمص، وعرضها داخل مقهى يقدم مأكولات خفيفة في العاصمة الروسية موسكو. اللوحة المربعة التي يبلغ قطرها 3 أمتار استغرق صنعها شهراً ونصف الشهر، وتعتمد على فن رسم الأشخاص بطريقة الصور النقطية. وشرحت مهندسة الديكور الخاصة بالمقهى أن الطريقة التي اتبعها الفنان الروسي في صناعة اللوحة تتمثل في تقطيع الخبز وتحميصه إلى أن اكتسب اللون المطلوب قبل أن يقوم بتجميع أجزاء اللوحة على مدار 3 أسابيع. من لوحة الخبز خلينا نرجع للشيف ونشوف وش ممكن يدير لنا لوحة بشنو اليوم. شو الأخبار يا شيف؟ تمام الحمد لله فرح. هو في خبز في خبز لكن شنو اللي داخل في الخبز؟ بس هي مش 40,000، هي واحدة بس بس واحدة من 40,000 بتوعه بقى. تعال نشوف ازاي نقدر نعمل الخبز بتاعنا باللحمة. أول حاجة الملح الخشن اللي هو الملح الرشيدي، ملح البحر العادي الخشن بتاعنا. ساعات بنروح أي مقلب بتاعت لب اللي هو الملح اللي هو بيبقى موجود في اللب في اي مقله ما بيبقاش ملح ناعم، لان الملح الناعم ممرر او مملح جدا، فبيستخدموا الملح الخشن. فده الملح الخشن هو مش مكرر، ده اللي احنا نقدر ان احنا نستخدمه، صحي جدا وما فيهوش اي مشكله. هو كده كده اصلا مش هيخش في الاكل عندنا، هو بيساعد على التسويه. فده الملح اهوت قدام حضراتكم اللي احنا هنبدا نستخدمه مع بعض. الابيض اهو الخشن ده، تمام. ببدا ان انا اجيب ايه، اجيب الدقيق واجيب عندي الاثنين مع بعض، ونبدا ان احنا نحطهم عندي في البوله الخشبيه ديت عشان هنعجن العجينه اللي هغطي بيها الطاجن بتاعنا. فبحط عندي الدقيق وبحط عندي الملح الاثنين مع بعض، تمام. ممكن نسيب ايه شويه دقيق صغيرين واقول لكم ليه دلوقتي عشان بس ايه يعني افرد بيهم العجينه نفسها دي. بعد كده بقلب الاثنين مع بعض، والمقادير هتنزل قدام حضراتكم على معجن الحاجه. احط عندي الميه، يعني عجينه في منتهى السهوله، ولا فيها خميره ولا بيكنج باودر ولا حاجه، عجينه ميه ملح هي بس. هي اسمها عجينه الملح، انت فاهم. بنخش ساعات اماكن، بنخش اماكن ساعات بتلاقوا حاجات كده تمساح معمول بعجينه، تلاقوا مثلا بيت معمول بعجينه. البيوت ديت بتبقى معموله من عجينه الملح نفسها. تمام. هبدا اعجن العجينه ديت، تمام. وبعد كده هبدا ان انا اجيب لها عندي دقيق تاني عشان هي محتاجه شويه دقيق، نزلت الميه فمحتاجه شويه دقيق تانيين، عادي جدا مفيش مشكله، هنزود الدقيق عليها لحد ما تبقى يابسه معانا. تعالوا نعمل الخلطه على ما الدقيق اجيبه. الخلطه بقى عباره عن ايه، او الطاجن نفسه. بجيب عندي الموز بتاعتنا، انا حاطط هنا واحده بس، يعني بص المنظر عامل ازاي، موزايه نفسها ما شرطهاش ولا شرحها ولا اي حاجه خالص. وبعد كده بحط عليها البصل، بحط عليها بطاطس، بحط عليها فلفل اخضر، فلفل حامي، معجون الطماطم، بعد كده عندي روزماري، بعد كده عندي طماطم مبشوره، وعندي بصل مبشور، ملح وفلفل وجوز الطيب. كل الحاجات دي مع بعض هتتحط فين، في الطاجن الجامد ده. بعد ابدا اعمل ايه، احط عندي اول حاجه الموز بتاعتنا، احط عليها البصل المبشور وادعكها كويس جدا كده من البصل المبشور نفسه. حلو الكلام ده، افضل حاجه ليها في الاول. بعد كده احط عليها طماطم مبشوره، بعد كده انزل حاجات بالحاجات الكتير بقى، يعني زي البصل، ادي البصل جوانح بقطعهم جوانح. بعد كده عندي البطاطس او البطاطا بتاعتي اقطعها عندي مكعبات كبيره عشان تتحمل النار. حتى تقول لي بقى ازاي هتدخل البطاطا مع اللحمه، ايوه ما انا مش هطبخها على النار وهقلب، ده هي هتتحط زي ما هي وتطلع زي ما هي، مش هيحصل لها حاجه. نفس يعني. لا مش نفس درجه السوى. هي مش هيحصل لها حاجه، مش هقلب فيها كتير. فعشان كده مش هتتهري معايا، تمام. بعد كده بقوم جايب عندي فلفل اخضر، فلفل اخضر رومي، بجيب عندي يعني قرن فلفل كفايه، يعني ده يبقى يعني هيقوم بالواجب وزياده. معجون طماطم، ادي معجون الطماطم بتاعنا. وبعد كده ابدا ان انا اجيب ايه، فلفل اسمر، ملح، كفايه ملح ما نزودش الملح عشان ما عطلتش عملية السوا، شويه بهارات، شويه شطه صغيرين، واهم حاجه ايه، رشه بسيطه من جوزة الطيب. شفت المبشره بتاعتي عامله ازاي؟ كيوت. اقلب الخلطه دي كلها مع بعضها، الموز مع الخضار، تمام، اقلبهم كويس جدا مع الملح مع الفلفل. وبعد ما قلبتهم لوحدهم كده مع بعضهم، يبقى كده الحاجه الخلطه نفسها جاهزه، اللي انا هبدا احطها فين،
في الطاجن بتاعي، حتها تحفة، جربيها وشوف الموضوع يبقى عامل ازاي. ارجع هنا لايه؟ للخليط بتاعنا اللي انا هبدأ اعمله. انا هنا هزود بس شوية دقيق بحيث ان الملح ولما حطيته مع الدقيق وحطينا المية فزادت شوية، لان العجينة ديت لازم تكون يعني يابسة شوية، ما تبقاش ناعمة. واقلب العجينة ديت مع بعضها. العجينة دي ما بترتاحش بقى، يعني ما بترتاحش عشان اخمرها ولا اي حاجة من دي خالص. نقلع بقى الجلافز خلاص. افضل حاجة ان انت تستخدمي العجينة بايدك، ما تلبسيش جلافز عشان تحسي بدرجة الحرارة. طبعا لله احساس، طبعا تشوف العجينة محتاجة مية، محتاجة حاجة، لكن الجلافز ده بيبقى ايه، بيبقى زي العازل كده، فيبقاش حلو. ناخد العجينة ديت خلاص اهيت قدامكم مع بعض، وهبدأ اشيل دي ناحية شوية بعيد. طب بتفردها؟ هفردها عشان هغطي بيها العجينة نفسها، الطاجن بتاعنا اللي احنا هنعمله. طيب بعد كده بقوم اعمل ايه بقى؟ دي خلاص خلصت اهيت، بجيب عندي بسم الله الرحمن الرحيم الفويل، طبقة، اثنين، ثلاثة، تمام. وبعد كده بقوم واخد عندي الطاجن المحترم ده، بقوم ضايفه هنا كده اهو. بص، ورقة لحمة، هي ورقة لحمة. الناس دي تقول لي ده عامل زي ورقة اللحمة، نفس الموضوع بالظبط. ونقدر نعملها على فكرة بمكعبات لحمة لو مفيش موز عندي، بس أحلى حاجة بلحم بالعظم، لأن العظم بيعمل شغل حلو قوي في الطاجن ده. أقوم مغطيها. راحة فين؟ أهو. خليها كويس جدا. كده تمام. تمام. نقوم سايبينها كده في جنب، ورايحين هنا على العجينة بتاعتنا. أفرد العجينة ديت. ده شوية دقيق صغيرين. وابدا افرد العجينة ديت، ما بترتاحش ولا حاجة، مجرد على طول ما تعجنيها اشتغل على طول فرد. انا مش هخبزها اصلا ومش هتتاكل العجينة دي، تمام؟ لان العجينة ديت هتساعد، هو الملح الخشن بيساعد بايه؟ بيوصل حرارة اكتر للحمة. تطيب لوجت اسرع. فتلاقي حتة اللحمة بقت زي الزبدة، يعني اكنك بتاكل حتة زبدة بالظبط. ومن غير ما تنحرق. من غير ايه؟ من غير ما تنحرق من فوق بالظبط يعني. كده، واضمن كمان حته اللحمه اللي تستوي ما تحرقش مني بسبب حته العجينه اللي انا عملتها دي. فالموضوع مش هيكلفني كتير. وممكن تعملها بالدجاج لو عايزين تعملها بالدجاج برضو، نفس الفكره بالظبط. ده اسمه الشغل المكمور، الحاجه مكموره. احنا في ليبيا في الغرب بيقولوا لها في بورديم، وفي الشرق يقولوا لها مكمور. بالظبط بالظبط. وفي بورديم اللي هو في الرمله طبعا. ده احلى شغل، ده المندي بقى والشغل. تعالوا ناخد العجينه ديت اهي ونقفلها كويس جدا. نقفلها اهو، تمام تمام تمام. ونحطها في الفرن بقى قد ايه؟ درجه حراره الفرن بتبقى 170، هتقعد معايا 3 ساعات. 3 ساعات؟ 3 ساعات، ما تخافش خالص. طيب على راحتها. ما تقلقش، منها سيبها براحتها خالص. اهم حاجه تخلوا القفله لفوق، يعني القفله بتاعت الفويل لفوق. ليه بقى؟ لان هتنزل ميه، فانا مش عايز الميه تنزل على الجدران بتاعتها. فلازم تخلي القفله لفوق وتحط العجينه على القفله نفسها بتاعت الفويل، وبعد كده نبدا ندخلها 3 ساعات عند الفرن. انا عامل واحده طبعا وهوريها لكم ان شاء الله، تبقى مفاجاه في الفصل الاخير. مش هنصبر نستنى 3 ساعات. حبيبي يا مراد، شكرا يا شيف. تسلم ايدك مقدما يا شيف. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان الشيف مش بس يعطي فيكم الطريقه او الوصفه، برضه يعطي فيكم خطط كيف ان الوصفه هذه تنجح معاكم. هنكمل معاكم مشاهدينا حلقتنا اليوم، لكن بعد الفاصل ما تمشوش بعيد. مرحبتين بكم مشاهدينا الكرام، وفي فقرتنا لهذا اليوم وضيفنا لحلقتنا لهذا اليوم ضيف مهم جدا مميز، حيهم الجميع في مواضيع وموضوع خاص جدا حنتكلموا فيه، اللي هو الإيجابية. مواقف كثيرة نتعرضوا لها في حياتنا اليومية، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، وبالتأكيد نحتاج كلنا لشحن طاقاتنا لمواجهة هذه المواقف والتعامل معها، خصوصا أن كلنا محاطين بأشخاص سلبيين يصدرون في طاقة سلبية يوميا في كل موقف في كل لحظة. وهذا اللي حنتعرفوا عليه من خلال حوارنا بعد ما نرحبوا بالاستاذ احمد الفاتح محاضر التربيه البشريه. مرحبتين بك. اهلا يا مراد، ازيك؟ عامل ايه؟ منور الاستوديو حبيبي، ربنا يخليك. شكرا. حنتكلم معك عن الايجابيه، مفهوم الايجابيه، وكيف نكون شخص ايجابي. يلا بينا. بالمصري كده بنقول تعالى نجيب من الاخر، وبرضه بالليبي عندنا
ايه هي الايجابيه؟ ودايما نسمع كل يوم خليك ايجابي، خليك عندك طاقه ايجابيه، بس ما حدش قال لنا عشان هي السلبيه. ايوه عشان هي الايجابيه. ما حدش قال لنا طب اعمل ايه؟ يعني اكون ايجابي ازاي؟ اقعد ابتسم في وش الناس كل ما اقابلهم هو كده انا بقيت ايجابي؟ بس انا من جوايا ما اناش حاسس بان انا مبسوط، هعمل حاجه انا مش حاسس بيها؟ صحيح. طيب ايه هي الايجابيه ببساطه البساطه؟ الايجابيه يا مراد هي التكيف مع الواقع. ازاي بقى؟ يعني اتكيف مع الواقع بحلو او بمره، بمميزاته وبعيوبه. احنا مش في الجنه طبيعي. احنا في الدنيا، يعني مره هتبقى كده ومره هتبقى كده. صحيح. تمام. فالشخص الايجابي هو اللي بيعرف يتكيف مع الحاله اللي قدامه. يعني ده انا شايف دايما مراد دايما مبتسم زي كده عسل. شكرا. فايه انا دايما هكون مع مراد الشخص الحبوب البشوش. حلو. هقابل بعد مراد اكيد طبعا حد يأسان وتعبان في حياته ودايما بيشتكي، احاول اكون مع الشخص ده، ما اعيش معاه الدور بقى ونقعد نشتكي احنا الاثنين والحاجات اللي بتحصل دي. لا، احاول اساعده. طيب انت ايه رايك نعمل ايه ونحاول نخرج من الحاله دي؟ فانا بتكيف مع الفرح وبتكيف مع الحزن، بتكيف مع المميزات وبتكيف مع العيوب. فلو هنحط الايجابيه كده في ما بين قوسين، هي التصرف الصحيح في الوقت الصعب. حلو. هو ده الشخص الايجابي. كيف تكون شخص ايجابي؟ طيب حلو قوي السؤال ده، جميل جدا جدا جدا. هو سؤال سهل لكن فعلا يا مراد والله تطبيقه سؤال صعب جدا. هو سؤال يبي مجهود كبير. يعني هو يمكن هو سهل بالنسبه لنا ازاي تبقى شخص ايجابي، لكن صعب جدا تطبيق السؤال ده. صحيح. تمام. ولا ايه واما بقى هيبقى المجتمع بالنسبه لنا الناس كلها ناجحه في حياتها وعايشه مبسوطين وفي سلام نفسي، وهذا مش طبيعي. تمام. انت تعرف يا مراد ان ربنا حتى في القران امرنا بان احنا نكون اشخاص ايجابيه؟ طب. يعني قال ايه؟ إيه ادفع بالتي هي احسن. يعني طبعا. انت شفت مراد عامله احسن معامله. مش المعامله اللي هي اصحاب دي تقلب والكلام ده. لا، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه. عداوه دي شيء سلبي ولا ايجابي؟ سلبي طبعا، سلبي جدا. فربنا قال لك كانه ولي حميم، كانكم اصحاب بتحبوا بعض، فهنا حتى بيخليك شخص ايجابي مش سلبي. فده يعني ده نموذج من نماذج الحياه. هتقابل كل يوم ناس كويسه زي مراد وناس مش ممكن تكون محبطه شويه، بس لازم تعدي ايه كل النقط دي. استاذ احمد، انت قلت لازم نتعاملوا بصوره جيده حتى مع الاشخاص اللي هم يتعاملوا معنا بطريقه ما هيش سويه، ولكن كيف تتعامل مع الاشخاص السلبيين في العديد من الاماكن؟ يعني في اماكن انت مجبر على التواجد فيها. نعم. سواء في البيت، سواء في العمل، سواء في مكان معين انت ديما موجود فيه، مكان تقعمس فيه، حيصادفوك جميع انواع الاشخاص. صحيح. كيف تتعامل مع الاشخاص السلبيين لما يكونوا شخص، لما يكونوا اثنين، لما يكونوا ثلاثة وأربعة في نفس المكان في العمل مثلا؟ كيف تتعامل معهم؟ يعني كيف أنا نخليهم يأتروش علي؟ كيف أنا نحاول أني أنا نشتغل بس في نفس الوقت ما نتصدمش بيهم لأنها حيأتروا علي؟ جميل. في يوم من الأيام كان في زوج وزوجة متخانقين مع بعض، واتخانقوا خناقة كبيرة قوي قوي قوي، وسابوا البيت، الاثنين سابوا البيت. فالزوج راح قعد في كافيه كده يشرب حاجة عشان يريح باله، والزوجة قعدت في جنينة عشان كمان هي تهدى كده شوية يعني. فالزوجة وهي قاعدة في الجنينة دي لقت بنت صغيرة جاية عليها كده بتبيع ورد، والبنت دي عمالة تروح لها يمين وشمال، وبعدين تطلع لها قدام، وبعدين ترجع ورا تاني، وبتضحك لها دايما وبتبتسم في وشها. فالزوجة عمالة تقول هو أنا ناقصاكي بقى يعني؟ أنا هو أنا في إيه ولا في إيه؟ فبعدين الزوجة بدأت تلاحظ البنت كل شوية بدأت تلف حواليها وعمالة تبتسم وبتضحك. راحت الزوجة المود بتاعها اتغير، راحت واخدة البنت دي في حضنها، وراحت عاملة إيه؟ راحت متصلة بزوجها قالت له انا اسفه على كل اللي حصل ده، والله يعني انا بجد بحبك جدا، واللي حصل ده عشان احنا بنحب بعض، ويعني وانا اسفه على كل حاجه انا عملتها. الكبر لما بيهدى كل الامور بتنصلح. فالزوج بقى بيسمع الكلام مش مصدق. ايه ده؟ مين اللي اتكلم فيه؟ ايوه بقى، ايه ده؟ ما بقاش مصدق. ايه ده؟ هي دي اللي كنا بنتخانق معاها من شويه؟ وقالت له انا اسفه جدا. فالزوج جه الجرسون يحاسبه على التكلفه يعني بتاعه الحاجه اللي خدها. فالزوج من فرحته راح مديله 200 جنيه بكسيش عادي كتير. كتير قوي. يلا. فالجرسون قال له لا ده انا عايز بس حاجه بسيطه. قال له يلا كله علشانك. فالجرسون بقى مبسوط قوي. فبعد كده الجرسون قال ايه؟ خد الفلوس ديت وقال انا بقالي كتير قوي ما جبتش شويه هدايا لاولادي. فراح كده الواحده ست غلبانه كده يجيب منها شويه حاجات يعني لاولاده. فالست قالت له لا هو الحساب بس حوالي 30 40 جنيه. قال لها يلا كله علشانك، اديها الفلوس اللي معاها كلها. فالست الغلبانه اللي قاعده ديت يا مراد راحت جه في بالها كده قالت يا ده انا ولادي وبناتي بقالهم كتير قوي ما جبت لهمش لحمه وفساتين وحاجات يلبسوها. فجابت لهم الفساتين والحاجات اللي بيلبسوها، وبعد كده بتعملها في البيت
فخبط الباب. مين اللي كان على الباب؟ البنت الطفله الصغيره. اه حلو. صاحبه الابتسامه. حلو. اللي كانت في البدايه. حلو. بقى كل الناس دي صعدة بسبب مين يا مراد؟ البنت الصغيره اكيد. بسبب الشخص الايجابي اللي قد كده ده. بسبب ابتسامه بسيطه غيرت الزوجه والزوج والجرسون واسرته ووالدتها واسرتها وهي كمان شخصيا. حلو. فالشخص الايجابي شخص معدي لدرجه لا تتخيلها. باعتبار انك انت اتكلمت عن الاسره هنتكلم عن السلبيه داخل المنزل. يعني انت في الحياه العامه لما تتلاقى مع ناس سلبيين انت تحاول انك انت تتفاداهم، تحاول انك انت تبعد عليهم، تحاول انك انت يكون تعاملك معهم مش بصوره كبيره بس ما ياثروش عليك وما تاثرش عليهم. ففي المنزل انت مش قادر تبعد، يعني انت احنا كلنا المكان الوحيد اللي احنا نرتاحوا فيه هو المنزل. يعني العمل، ضغوط الحياه كلها، انت هروب كلها حيكون في الاخير بكل الحوش. كيف نتعامل اذا كانوا عندي ناس سلبيين في المنزل؟ اذا كان اب، اذا كان ام، اذا كان زوجه، اذا كان اخوت، كيف نتعامل معاهم؟ حاضر. هو ده طبعا يا مراد غالبا في معظم البيوت عندنا يعني في مصر كده تلاقي المشاكل دي دايما كل العالم والعربيه تلاقي دايما يعني للاسف النكد والحاجات دي احنا ما شاء الله معانا فيها يعني دكتوراه في الحاجات دي. يعني طبيعي يا مراد في كل بيت وكل اسره وفي العالم كله هتلاقي الشخص الايجابي والشخص السلبي. طبيعي. ممكن تلاقي اخ ناجح جدا والاخ الثاني عكسه تماما، ممكن تلاقي ام بتشجع وام تلاقيها بتحبط. لكن انا هقول لك منظور الشخص ايه. في ناس تقول لك اعتزل الناس اللي بتحبطك واعتزل الناس، انا مش من الناس دي صراحه. يعني انا وجدت مع الناس دي، انا اخويا سلبي، اختي سلبيه، انا سلبي. هذا لازم موجود في كل حوش، موجود في كل بيت بالظبط. فهل من الممكن ان انا اعتزل الناس دي؟ لا طبعا، مش منطقي خالص الا العائله يعني. ايوه، دي اهل الناس دي، اهلك يعني، انت حته منهم وهم حته منك طبعا. ما ينفعش ابدا 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 مهما كانت المشاكل ان احنا نقطع بعض او نزعل من بعض، فده طبيعي يا مراد. ولكن بقى اعمل ايه؟ هي دي النقطة بقى اللي بنتكلم فيها دلوقتي. أنا زعلان مع أخوي، تمام، أعمل إيه؟ هزعل منه بقى ونتخاصم؟ ولكن لو أنا عملت زي بقاعة الورد كده، ويعني محمد إحنا دايما يعني مع بعض يعني بنتخانق وبتاع يعني. بالظبط. الإيجابي يا مراد دايما مبادر، مبادر بالخير، مبادر بالحب، مبادر بالسلام، كل ده. فلو حد في يوم من الأيام صدر لي طاقة سلبية أنا أعمل إيه؟ بيبقى بنسميها كده حط حدود مع الناس اللي قدامك دايما. يعني أنا مراد صديقي وصاحبي مع بعض في الحب، مع بعض في كل حاجه، بس لو هنأثر على بعض بالسلب فانا هنا بحط الحدود بقى. حلو. تمام. لكن اخواتي دول والله بجد يا مراد، الاهل البيت بالذات، مهما عملوا ونحط تحتها 100 خط طبعا. عشان بس اللي بيحصل في البيوت دلوقتي، مهما اخوك او اختك او والدك او والدتك كانوا يمكن سلبيين شويه، لهم كامل التقدير، لهم كامل الاحترام. طبعا هي النوايا صادقه، وهي ممكن تكون يعني مش عارف. شوف لما تكون متواجد مع نفس الشخص في نفس المكان يوميا حيكون في احتكاك يومي، فحيكون في انت طبيعي مرات على سبب تافه حتتعارك مع اخوك او تتعارك مع حد تشتغل معاه. بس انت كيف تتصرف معاه لما يصير بيناتكم موقف؟ يعني هل التجاهل في هذا الموضوع هل هيكون الحل؟ يعني انا لما نتجاهل اللي قدامي، نتجاهل تصرفاته، نتجاهل طريقه معاملته السلبيه، هل هذا حيكون هو حل وحينفعني ولا حيأثر علي انا؟ طيب، هو طبيعي يا مراد ان احنا ممكن نتاثر احيانا بالحكاوي، وممكن نتاثر احيانا بالمشاكل اللي بتطرح علي، ولكن في حاجتين انا عايز اقول لك عليهم ان احنا نتفادى بيهم. بص بقى، مش الاهل بس، كل الاشخاص السلبيه اللي موجودين في حياتنا نقدر نتعامل معاهم بالحتتين دول. هو على فكره في حاجات كتيره جدا 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 تتفادى بيهم الحاجات السلبيه، بس انا هقول لك اهم حاجتين. اعطيني منهم حتى ظبط. انا هقول لك اهم حاجتين اللي نلم بيهم بالموضوع ده كله. بص بقى يا مراد، مش مطلوب منك انك تحل مشاكل الناس او تعمل اي حاجه عشانهم. ركز بقى معايا، انا بتكلم عليا، انا بتكلم على احمد وبتكلم على مراد دلوقتي. انا لو سمعت مشاكل الناس السلبيه ايه اللي هيحصل لي؟ هتتعب سلبية حتى. هتتعب جدا. طبعاً. في ناس يا مراد تخصصها في الحياة ان هي تقعد تسمع مشاكل الناس لغاية لما تلاقيهم حياتهم هم بتنهار في الاخر. لا طبعا. فمش مطلوب منك. الانسان في الاخير عنده احساس وعنده مشاعر، يعني هيتأثر بكل الطاقة. وفي ناس كتير اعرفها بجد من كتر ما بتسمع مشاكل الناس حياتهم يا مراد اتدمرت بمعنى الكلمة. فاللي هو انت مش مطلوب منك ابدا ابدا انك تحل مشاكل حد، كل واحد هو السبب في مشكلته، فهو قادر ان هو يحل مشاكله بنفسه عشان ما تتعديش منهم. زي لان احنا زي ما اتفقنا، زي ما الايجابيه عدوى فكمان الحزن عدوى والمشاكل عدوى، ومن جاور السعيد يسعد طبعا. ومن جاور الحزين ما نبوش يحزن والحياه تبوظ اكتر. لا لا، يعني. خير.
كيف يقدر الإنسان يشحن طاقته الإيجابية؟ يعني مهما كان الإنسان مرحب وكان مبادر وكان إيجابي، من كثرة ما يشوف في كل يوم على مدى الحياة، على مدى 365 يوم في السنة، محتاج أنه هو يجدد الطاقة هي. كيف ممكن يجددها؟ أول حاجة عشان تجدد الطاقة الإيجابية بتاعتك، علاقتك بربنا دي لازم تبقى كويسة جداً. في زمن دلوقتي بقت علاقتنا بربنا يعني مش قوي شوية، يعني معظمنا بيقطع في علاقته بربنا شوية. فأول حاجة عشان تظبط الطاقة الإيجابية وتفضل دايماً في تجدد معاك، هو أن علاقتك بربنا تكون كويسة، ما انتش بعيد عنه. مش فين وفين عقبال ما افتكره طبعا، ولما يجي حد يذكرني بيه اقول الكلمه الشهيره اللي احنا بنقولها، هو نعمة بالله طبعا. واخد بالك؟ في علاقتي على يعني على المستوى الروحاني بربنا تكون كويسه. تاني حاجه ودي اخطر حاجه يا مراد، هي الصحبه. الصحبه ثلاث مرات اهو. ليه بقى؟ لان الصحبه لها تاثير كبير جدا 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 على البني ادم طبعا، هم الاشخاص المحيطين بيه ومن غير ما ياخد باله. واحنا في مثل مصري عندنا بنقول ايه، الصاحب ساحب. طبعا هذا مش مثل مصري، هذا مثل عربي. الصاحب ساحب معروفه يعني. فلو انت صاحبت حد كويس مثلا زي مراد كده، فورا هو هتلاقيه بياخد بايدك للحاجه الكويسه. طبعا لو صاحبت حد مش كويس، فالطاقه دايما هتتجدد. واقول لك على حاجه، ولو انت في يوم من الايام يا مراد، والله وفعلا حصلت كتير قوي، ولو انت في يوم من الايام فعلا حزين او حاسس انك مش في المود شويه، بتلاقيه بيتصل بيك بيقول لك ايه يا عم فينك، انت مختفي ليه الفتره اللي فاتت دي؟ لو بتطمن عليه، فتحس ان هو حتى لو انت وقعت شويه في السلبيه، تحس ان هو بياخدك منها كده. واخد بالك؟ فتاني حاجه هي الصحبه الصالحه. لو حاب تضيف بس، هو انا في حاجه تانية؟ في حاجه عايز اقولها، لان بس الوقت خلاص معانا وقت قد ايه؟ دقيقه ممكن. دقيقه هي حته النضاره. في ناس يا مراد عايشه حياتها كده لابسه النضاره دي، شايفه كل حاجه وحشه. ايه يا مراد ايه يا عم اللبس اللي انت لابسه ده؟ يا عم في احلى من كده. وبعدين الدنيا مظلمه هنا كده ليه؟ انا مش حاسس ان في كلها نور. تعليقات سلبيه. في نور في حياتنا. فيجي مراد يقول لي احمد، ممكن تقلع بس كده النضاره اللي على وشك دي، شوف الدنيا بطريقه تانية. ايه ده؟ الله، ايه النور ده؟ وانت يا مراد انت ايه ده؟ ايه الشياكه دي وايه الحلاوه دي؟ فالرساله اللي انا عايز اوصلها هي النضاره دي مش على عينينا، النضاره دي على قلوبنا. طبعا طبعا. فيعني لو هنوجه رساله، شيل النضاره اللي على قلبك، مش مخليك تشوف. لان النضاره ديت يا مراد انت بتستلمها، وبعد ما انت بتستلمها بنسلمها لبعض، فبيصبح المجتمع من غير ما ناخد بالنا عايش في السلبيه من غير ما ناخد بالنا. كلام جدا سليم استاذ احمد الفاتح، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. حبيبي، استفدنا من وجودك اكيد في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم متابعينا، اكيد خليكم دائما ايجابيين وبعيد عن كل السلبيه. خليكم معنا فاصل ونرجع نكمل باقي برنامجنا. توا موعدنا مع فقرة بلادنا، واليوم هنتعرفوا أكثر على منطقة ليبية ساحلية تمتاز بالطبيعة الخلابة وهي سوسة. هنشوفوا تقرير على سوسة ونرجع لكم. حضارات متعاقبة مختلفة مرت على هذه المنطقة الليبية الساحلية، بالإضافة للطبيعة الخلابة بين شواطئ البحر الساحرة وطبيعة الجبل الأخضر الجميل. كل هذا جعل مدينة سوسة من أهم الأماكن السياحية في ليبيا والعالم. تطل مدينة سوسة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الجبل الأخضر، وتحديداً إلى الجهة الشرقية من مدينة البيضاء، وأيضاً إلى شرق مدينة قورينا أو شحات. كانت مدينة سوسة في البداية ميناءً بسيطاً لمدينة قورينا، وذلك بسبب قلة عدد سكانها وضعف نشاطها الاقتصادي، ولكنها ازدهرت وتطورت مع الوقت، وتغير اسمها عدة مرات بتغير الحقب الزمنية والحضارات التي مروا عليها. ومن آثار المدينة التي تعبر عن تاريخها العريق الأسوار المحيطة بها، ومنها الجزء الحصين الذي يعرف بالأكروبوليس. أيضاً الأبراج متعددة الأشكال، والكنائس الشرقية والوسطى والغربية، وكنيسة أخرى ثلاثية التصميم تقع خارج أسوار المدينة، بالإضافة للمقابر والحمامات الباقية من العصرين البيزنطي والروماني، وقصر الدوق البيزنطي والذي كان مقراً للحكم في القرن السادس الميلادي. أيضاً لا ننسى المسرح الإغريقي الروماني الموجود في المدينة، هذا وقد عثر على العديد من آثار سوسة وبعض أجزائها غارقة في البحر، وأشهرها الميناء القديم
ويرجع السبب في ذلك حسب تحليل علماء الآثار في الهبوط المستمر للطبقات الأرضية في المدينة عن مستوى سطح البحر. يجب الذكر بأنه يوجد متحف خاص بالمدينة يحتوي على بعض المنقوشات ولوحات الفسيفساء، وأيضاً قاعدة لتمثال يعود بتاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد كتب على هذا التمثال قصيدة شعرية كتبها الشاعر كليماخورس. يحتوي المتحف أيضاً على نقش جنائزي يعود للعصر الروماني، وأيضاً فيه جزء من غطاء قبر إغريقي، وتمثال للآلهة أثينا، وبعض تيجان الأعمدة التي استعملت في بناء المدينة. هذا وتطل على مدينة سوسا قلعة سنيارا، والتي أقيمت من قبل الإيطاليين على مرتفع يطل على الوادي الذي يربط بين سوسا وشحات في الجبل الأخضر. رجعنا مشاهدينا بعد هذا التقرير المميز جدا عن مدينة جميلة جدا في الشرق الليبي، هي مدينة سوسا، المدينة اللي فيها العديد من الأثار والأثار الباقية إلى حد الآن، بالإضافة لشيء مهم جدا اللي هو شرق مدينة سوسا في كهف يلقوا فيه بواقي بشرية لإنسان نانيدرتال، اللي آخر بواقي يلقوها كانت من قبل 350 ألف سنة في أوروبا. فهذه حاجة أثرية وتدل أن الأرض الليبية عامرة من آلاف السنين اللي فاتت بالسكان. حنمشي توا مشاهدينا الكرام لتقرير فقرة ليبيا الخير، ونرجع نعلق على التقرير. بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما في بالكم، وإن شاء الله ربي ينصركم ويعطيكم ويعينكم علينا وعلى الصبر اللي صابرين علينا. كاينين حتى سمانة ما نعرفوا نكتبوا وما نعرفوا شيء، والحمد لله فيكم، بارك الله فيكم والحمد لله. فالحقيقه اللي هم نشوفيه الان ان جهد متكاتف كل الناس تخدم في مدبحه، سواء ابتداء من المراقبه الى المقاولات المشرفات الى الجلسات النسائيه الى كل ما الموجودين هنا، هدفهم واحد هو الارتقاء بالانسان، لان الاهتمام بالانسان هذا يعتبر ثروه نادره، فيجب ان يهتم به سواء كان انسان كبير او كان صغير. والحقيقه الناس الكبار هذول فاتهم الزمن لسبب ما او كان، ولكن الان اتاحت لهم فرصه لمواصله الركب او التعليم. طبعا تقرير جدا جميل مراد، هذه نقطة في بحر مبادرات وتطوعات مديرينها توا الشعب الليبي، فممكن حتى يكون حافز لهالبناس في خطرها ان هي تبادر وتساعد، لكن مش قادرة تاخذ الخطوة. طبعا تعتبر تساوى احدى واحات وادي عتبة في الجنوب الليبي، والمبادرة هي مبادرة حلوة جدا تشجع اكيد الناس اللي هي تبي تتعلم. يعني التعليم ما عندهاش عمر، التعليم ما ليش حدود، لازم تتعلم مهما كان عمرك كبير، مهما جرت بيك سنين وخداتك مشاغل الحياة ولقيت روحك تصرف عليه او تشتغل عشان تصرف على اسرة فيها هلبة عدد افراد فبس تربيهم وتكبرهم وغيره، ولكن لازم تاخذ خطوة وتمشي لمحو الامية وتتعلم مهما كان مشوارك مازال معطل او حتبدا من مرحله صغيره. ديما في هاجس للناس الكبيره اللي ما تعلمتش، يقول لك نرجع للمدرسه، يحسب روحه اليوم بيرجع بسنه هو وبشكله، هو بيلقى روحه مقعمز مع ناس فرق بيناتهم 30 و40 سنه. حلو الانسان مراد يكون عنده رغبه انه هو يتعلم، لكن الاحلى اللي لما يلقى حد ياخذ بايده ويساعده ويوصله يعني للطريق اللي هو يبيها. طبعا أكيد مشاهدين مكملين معاكم، لكن نطلعوا لفاصل قصير ونرجع لكم. تابعنا
توا موعدنا أو موعد فقرتنا أخبار وطرائف، واللي هنبدوها اليوم مع فيديو طريف لكلبة تراقب طفلة أثناء أدائها واجبات المدرسة. فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأنثى كلب وهي ترعى طفلة صغيرة أثناء أدائها لواجباتها ووظائفها المدرسية. الفيديو المضحك اللي لقي طريقة إلى شبكة الإنترنت تم تسجيله في الصين، وبعد أن درب رجل صيني كلبته على مراقبة ابنته أثناء كتابتها لوظائفها ودراسة فروضها. ثاني خبر معنا في أخبارنا الطريفة لهذا اليوم، تخيل أنك تحذر صاحبك من أنه هو يغمى عليه في لعبة ملاهي، فهو ما يصير لشيء لكن أنت اللي حتفقد الوعي. هذا ما حدث مع صديقين خلال وجودهما واستمتاعهما بركوب إحدى ألعاب مدينة الملاهي، وانتشر عبر مقطع فيديو طريف حقق مشاهدات عالية عبر موقع يوتيوب. ويوثق الموقع لحظة إغماء فتاة أثناء ركوبها لعبة الكرسي القاذف مع صديقتها، والمضحك في الأمر أن الفتاة تظهر في المقطع القصير وقد حذرت صديقتها من أن يغمى عليها قبيل إقلاع اللعبة، ولسخرية القدر هي من فقدت وعيها فور الشروع في الجو. آخر أخبارنا الطريفة من روسيا، حيث بدأ مزارعون روس تجربة وضع نظارات الواقع الافتراضي على عيون أبقارهم، بعدما أشارت أبحاث إلى أن الأمر يعود على الحيوانات وأصحابها بالفائدة. ويسعى المزارعون من وراء هذه الخطوة لمنح الأبقار شعورا بالاسترخاء، مما يؤدي إلى تحسن حالتها الصحية والنفسية وزيادة إنتاج الحليب أكيد. بحسب ما أوردت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية وبحسب وزارة الزراعة والأغذية في روسيا، فقد أدت هذه النظارات إلى انخفاض ملحوظ في معدل القلق لدى هذه الحيوانات. وبعد ما عرضنا آخر الأخبار الطريفة حنمشي لفاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا. رجعناكم مشاهدينا من جديد، وتوا زي ما عودناكم كل نهاية حلقة لازم نشاركوا الشيف شوية أو نتبردوا عليه يعني شوية ونشوفوا وين واصل. يعني هتعملي البشبطيتو ان شاء الله يا زيكا مراد. اي حاجه بس ما خربلكش المطبخ. شدي لي حاجات في ايدك شوفي. لا لا هي ماسكه مش عارف اللي ماسكه ده ليه. يعني هنشتغل بالاول بالبشبطيتو الاول. لا لا انا متشوقه متحمسه. ما تحبطنيش يا شيف. لا 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 والله خلاص هنشتغل على طول يا زفره. بصي يا زفره، اول حاجه احنا بس هنتكلم عن البطاطا ازاي احنا بنسلقها. تمام، عشان الموضوع ده مهم جدا. طيب احنا البطاطا اول حاجه احنا جبناها وسلقناها، ما ينفعش ان انا اشيلها من الميه دي واحطها واشيلها بروحها كده لوحدها، ليه؟ هتسمر اول حاجه. لو بردت معايا بره الميه اللي هيغير لونها، هيغير لونها، وبعد كده ما تيجي احطها تعمل هتشد معايا تبقى مش حلوه. مش هتديني النعوميه اللي انا محتاجها. شيل الحلبة. تمام، هننزل مقاديرنا دلوقتي بتاعت الاليجوت اللي هي البطاطا، او نقول على المش بوتيتو عشان الناس برضو ايه، او البطاطا المهروسه عشان الناس تبقى الموضوع سهل بالنسبه لها، بالجبنه. بطاطا مهروسه بالجبنه أسهل. احنا بنعمل الاسم الكلاسيكي بتاعنا وبنقول لك الاسم الصح، وانت حضرتك ايه هتشوفي الموضوع سهل. الاسامي بس اسماء مختلفه يعني. بالظبط. احنا اول حاجه بنحط عندي الطاسه عندي على النار، عندي زبده، عندي جبنه تشيدر، عندي كريم الطهي، وعندي فلفل ابيض، وعندي البطاطا المسلوقه فين اللي في ميه سخنه. اول حاجه ببدا ان انا اشيل عندي البطاطا دي واصفيها في الميه من الميه السخنه بتاعتها ده بحضراتكم اهي. وبعد كده ببدا ان انا احط عندي الزبده، اشيلها بس. لو انا احط زبده في طاسه لازم الطاسه تكون بارده شويه، لان لو مش سخنه يعني لان الزبده غير الزيت تحرق على طول، او تحطيه على طول وتضيفي عليها الحاجه اللي انت هتضيفيها عليها. تعطيهاش وقت بالظبط، ما تديهاش وقت. يلا فرح، فرح اللي هتعمل فرح معاه البطاطا. مش خايفين على روحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كويس انك كنت داير حاجتين، يعني داير البطاطا وداير حاجه. الزبده اول حاجه. اوكي. لا كلها يعني كلها. احنا ناس كده بنحب الحاجه تكون دسمه كده وحاجات كتير. اوكي تمام كده. تمام، نحطها بقى على النار. هنمسك بقى الهراس، بقى الهرس بتاع البطاطا. تمام هذا بالظبط كده. ونقوم واخدين عندنا الزبده، بتحطها بزبده وطبعا هتقول لي صحي. صحي جدا، احنا كل اكيد طبعا شايف عند كل شيء عنده صحي. صح، حاجه مش صح. احنا نص كيلو زبده صحي. ما على فكره في زبده زيرو فات موجوده والله في السوق، لو عايزك تجيبيها برضه تجيبيها. بس الزبده هي في الاخر هي احلى حاجه، الزبده تخليها كريمي معاكي. يلا اوكي. بصي كميات قد ايه، كميات دي بصراحه كميه كتير. هلا انتقام. خش يلا، خش يلا اهرسي. لو بتهرسي انا هوطي النار بالزبده. لا صعبه. ها
ما شاء الله ما شاء الله. بصي هتاخدي ايه شويه كريمه، هناخد كريمه عليها وهي انت شغاله كده، ناخد كريمه طهي عليها زي العصيده يعني عاد الله اننا قاعده نعصد حاليا يعني. اه بالظبط، نضغط عليها بقى جامد، اضغطي لحد ما تهرسيها. ما شاء الله بايدك الاثنين. المشكله بقى انا خايف من حاجه يعني تيجي لا تيجي هنا تقوم اتصل راح عليها تقلب عليها ما قلت لك هتقلب. لا لا خلاص لا ما تقلقيش. لا هي بعد ما حطيت الكريمه ولت اسهل شويه، بدات بالظبط هتلاقيها ظبطت معاك. وناخد ايه وانت شغاله كده نبدا نحط الجبنه، الجبنه الشيدر. يا سلام. اه عشان تبدا تديها النعوميه والمطه اللي احنا عايزينها. طبعا طبعا لو كنا خلينا شويه البطاطا بردت مش هتكون سهله هيك صح خالص يعني، لو البطاطا مش مهروسه مش مسلوقه كويس مش هتبقى سهله. طبعا الجبنه حتى هي صحيه. اه الجبنه صحيه جدا. ايه طبعا. بس نقول لك حاجه يا شيف معلش تعالى كمل لان هيك يعني هنكمل غدوه الصبح ان شاء الله. لا كملي استني بس هشغل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده لو وقع على اي نقطه ميه. طب انت تلبس فيها تهمه ان يلا انا جيبيها هنخرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كمل كده. بصي بقى هيك الموضوع سهل جدا. وضيفي انت جبنه، ممكن تضيفي جبنه. اوكي وين الكشيك اللي كان كنا بنجيبه؟ ممكن تحطيها كلها مع بعضها عادي. هنحط لك شويه من بتاع الملح. اه نقلب وما نحطش ملح بقى عشان الملح ايه هتبدا تدي المطه دلوقتي اللي احنا عايزينها. انا اللي مدايره كل شيء على فكره. واحده واحده ما شاء الله عليك، لان هي فعلا محتاجه مجهود. شوفي ساعد فيها بس تطلع عايزه مجهود كبير. لازم ايه على طول كده وهي سخنه مع الزبده ومع الكريمه ومع الجبنه التشيدر. ممكن تضيفي ملح وشويه فلفل ابيض. ربع ملح شويه ملح. اه ربع يعني. اه ايوه وزع كده. لما تيجي تحط الملح لازم تتوزع عشان ما يتحطش في حته واحده ويعمل مشكله. لا فلفل ابيض، فلفل ابيض عشان اللون بتاعها ما ايه اوكي ما يتغيرش. كل ما تخدم عليها انت كل ما قاعده تشد هي. الله ينور يا مراد. كل ما تخدم عليها بص كل ما تشد معاك. خليني احط الفلفل. يلا اوكي بسم الله ونكمل. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص بقى اهي. طبعا هي بتاخد وقت يعني ما نستعجلش عليها. نخليها على نار هاديه ونبدا نقلب ونحط الجبنه واحده واحده، وكل شويه بمعلقه بقى نشيل دي ونقعد كل شويه نقلب بالمعلقه لحد ما تنعم معايا خالص. نعوميه غير طبيعيه. فبنحصل على النعوميه دي من ايه؟ من عن طريق التقليب. تعالي بقى ايه بس انت دهشت يعني وانت تخلط يعني اكيد العيب ما كانش فيا وانا نخلط. لا لا خالص، بس هي كميه فعلا كبيره على كتير عليك يعني بصراحه كتير الكميه. ما شاء الله انا عامل كميه كبيره عشان ايه انا عامل طاجن كبير. تعالوا بقى نشوف. عندنا الطاجن اللي هو في الفرن اللي احنا مسوينه، طبعا اللي احنا عاملينه على الهواء تحت. اللي احنا عاملينه هذا البورديم بتاع بكري. هذا البورديم بالظبط انا مطلعينه ما شاء الله. هتعرفي تكسري ولا ده لا؟ انا حولتها لك بس ايه ده عايزه مراد بصراحه. مراد ادي لها خبطه يا مراد بعد اذنك. كسر وبهدل الدنيا بعد عادي. انا محتاجه نجري ولا لا؟ لا عادي يعني ممكن يفتفت الدنيا عادي. كسر عيش يا عيني حلو والله في هالبطاقه سلبيه هل الناس بتخيل فيهم هنا يا ليتهم. كسر كسر عادي ولا محتاج اي حاجه من الكلام ده اهو. بس كده يا مراد نفتح. ايوه اهو نفتحه كده زي ما هو. طبعا ممكن تجيبي ايه ممكن نجيب سبيرتو معالج ونقوم مولعين ونعمل نار والجو ده. لكن اه حلو تندار بنفس الطريقه هدف المطاعم يعني شو اكتر من هذه. لا مره ثانيه معلش. تمام انا اعملها. حاضر تبي نعاون؟ لا لا تمام خلي بالك ده هي سخنه قوي ما شاء الله. طبعا. نفتح هتول منظر الرهيب هذا المفروض بعد 3 ساعات. اوه بعد 3 ساعات نشوف المنظر. بقى يا سلام خلي بالك بقى عشان هي سخنه جدا جدا. واو الله يبارك الله يبارك. تمام كده تعالوا نطلع كده ايه الموضوع. الموزه اخينا اللي تحت ده ما فيش ده اللحم فيها ايه بص عامل ازاي. ديات اللحمه دابت خلاص دابت. بص ما شاء الله اهي تيجي من ياك البس اللحمه اهي. بص حته اللحمه هي لا انت خلاص هي والله هي غير ما تحرق سرعه اهي. هذه قطعه اللحمه بتاعتنا. ده في موز ثانيه ده في حوارات ثانيه تحت. يا نهار ابيض اهو اهو كله دايب كله طيب. اه بص قطعه اللحمه عامله ازاي يعني حته زبده تاكليها بجد تستمتعوا بيها جدا. الله يبارك ان شاء الله. طبقك كده بقى طبقك عشان اديكي حته كده من بالبطاطا. اه جاهز مجهزاتها اهو. نقوم واخدينها كده اهي نقدمها ونروح فين؟ هتحط معاها بطاطا. البطاطا بقى عندنا بعد ما تبدا تستوي معايا اهوت نبدا ناخد عندي شويه كده صغيرين عليها بالجبنه
ونبدأ إن احنا نقدم معاها الموز بتاعتنا. على فكرة فيها أنا حاطط هنا أربع موزات ما شاء الله. ممكن نحطوا حتى من الخضرة اللي مع اللحم. بص دي حتى مرات طبق كده مرات طبق كمرات. بص دي أهو اخبط كده تنزل اللحم. هو على الأغلب احنا هنقلب الدنيا اليوم. بس كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا هذه كانت آخر فقرة في حلقتنا لليوم، استنونا غدوة في نفس الموعد، ومن هنا نقول لكم باي باي.